موجود، كيفكم؟ ماشي الحال؟ تنتخبوا ببيروت حضرتكم؟ اشرفية مال ايه يلا هاي نحن مرشحتكم، ها انا مرشحتكم. لا نحن بنعطي فلايرز ما بنبيع. ما بنبيع، ما بنبيع ما بنشتري. نحن بيهمنا أول شيء نقول للمواطنين إنه شراء الأصوات هو ضد القانون، بمجرد ما عم بتبيع صوتك يعني هيدا الشخص السياسي عم يرجع على الحكم، عم يقعد بالسلطة، عم بيرجع يحط الخطط الفاشلة الاقتصادية اللي عم بتخلي الدين يزيد، وبالتالي أنت بمجرد ما عم بتبيع صوتك عم بتكون مسؤول عن زيادة الدين. تطرح نفسها مع مرشحي لائحة كلنا وطني كبدائل عن أحزاب السلطة التي اختبرها المواطن طيلة 30 عاماً، داعية مع التحالف المذكور الناخبة إلى التنبه من خطورة شراء صوته عبر شريط مصور تحت عنوان يلي بيجرب يشتري صوتك صوت ضده. انت بتبيع صوتك وبقدي؟ انه انا اذا بدي بيع صوتي بحس حالي ذليل، ما إلي قيمة، ما بحس حالي ابن هالبلد. محتاج واحد امه بالمستشفى، قصة مدرسة، دكان، عم ينطر شو بيعمل، بس ورا العازل ما حدا بشوفه يرجع يحكم ضميره. حياتنا مرتشينا، بدنا نرتشي كنا غير. بعدين انا اذا بدي بيع صوتي وين كرامتي قدام هالنيب عم يشتري صوتي؟ أنا رح زود للناس يلي ضحوا كرمال هالبلد. أنا ولا ممكن جدد للأحزاب الموجودة اللي صار لها 30 سنة وصلتنا لهون لحالة الفقر، بدنا نفس جديد ومجتمع مدني نعطيهم فرصة 4 سنين. هي محاولة من هذا التحالف للتأكيد على دور الناخب في إيصال المرشح الكفوء والنزيه وللقول للمواطنين إن هناك خياراً جدياً بديلاً عن السلطة قد يصبح أكثرية نيابية قادرة على استلام الحكم، المحاسبة وخفض الدين العام إذا ما أراد ذلك المواطنون أنفسهم. مسؤولية استمرار العجز بالموازنة وبالتالي ارتفاع الدين العام بيقع على كاهل الطبقة السياسية بلبنان وبقائه سنوياً بحدود 5 مليارات دولار. يعني كل ما يكون في عجز 5 مليارات دولار الدولة بتضطر تتدين لا تغطي هالعجز وبالتالي بيرتفع الدين العام. مرشحون من مكونات المجتمع ورحمه يرفضون عملية توزيع الأدوار بين الأحزاب السياسية، مؤكدين على مسؤولية الناخب في إيصال بدائل جديدة إلى الحياة السياسية اللبنانية. درجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.